البلد وفيها شباب كبير قوي عماله تعمل دعايه لسيسي ويقف تجيبها من غير مكافحه. وعندنا برضه معارضه وعندنا ناس واقفه مع حامدين وعندنا كل حاجه وبتشيل مصر واقفه على كل حاجه. وفيها بلاد وانا قلت الكلام ده في الجمهوريه في مؤتمر لتمرد قدام ماتشين مصر هي عصب من القاهره وبيتين محافظات هي فيها تجاره وفيها قرويه وبنجا والبشطه واحنا ماسكين والعراقه والفيوم وكل البلاد احنا ماسكين التجاره وماسكين عصب القاهره كلها. فلازم الناس تحس ان عندنا وجود ولينا كلام وفي عندنا ناس بتفهم في السياسه وعندنا لعيبه كوره وعندنا نجوم وعندنا كل حاجه. والحاجه اللي فرحانه قوي الجمهوريه النهارده المشارك فيها ان السيسي ابن جماليه يعني في السنه انا اول رفع عملتها للسيسي كانت بتطلع فيها الجماليه بتبريج مصر كلها والمنشاه بتبريج بروحها وضمها لان احنا حاسين ان هو فعلا مننا واحنا عايزين نعمل حاجه لمنشاه مصر. فلازم نسمع الناس كلها ولازم يكون في حس ان احنا موجودين ولينا وجود. الناس كلها لازم دلوقتي وهنستقبلها وطلع الاستاذ شحاته الحسيني عشان يروح عنده ضيوف وبالناس الموجوده والحاج حسن بردين ولازم كلنا نروح عند حسن الاحتفال. وتشيل ناصر مش ناصر على حد وتشيل ناصر والجمهوريه بتاعها كلها الضيوف بتاعتها اللي هي السنات وكل ضيوفه واسامه بيه وحاجه ربنا التاجي وحاج بلد نضيف والدكتور فرد القرضاوي وكل الضيوف وكل اللي حضروا عم ناصر ضيوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مش قادر أوصف لحضراتكم مدى سعادتي وأنا موجود بين أهلنا هنا في منشية ناصر. وأنا عايز أقول لحضراتكم طول ما أنا طالع كل واحد عمال يغششني يقول لي خلي بالك أهلنا هنا معظمهم من الصعايدة أهلنا هنا معظمهم يعني من صعيد مصر. فطبعا ضحكت لأن ما يعرفوش إن أنا مناسب من صعيد مصر لان انا واخد بنت الزعيم جمال عبد الناصر. وبعدين صعيد ولا دلتا اهلنا هنا مصر كلها توحدت. مصر كلها النهاردة بقت على قلب رجل واحد. الراجل اللي استمع الى ارادة الشعب واستجاب الى ارادة الشعب. الراجل اللي أشعرنا بحسه الوطني. الراجل اللي قدم حياته فدا هذا الوطن. هو ده اللي جايبنا لكم النهاردة عشان نقول لكم لازم كلنا نقف مع هذا الرجل عشان بلدنا بلدنا ترجع تاني الهيبة والقوة والأمل. الأمل لكل شاب وشابة في هذا الوطن. حزب السادات الديمقراطي كل يوم يشعر أن المشير السيسي هو الراجل اللي بيعبر عن هذه المرحلة لأن هو ده الراجل اللي حافظ على القوات المسلحة وأعاد لها هيبتها في ظروف كلنا عارفين اللي مرينا بيه في الثلاث سنين اللي فاتوا. فكونه انه يقدر يرجع يخلي الشعب والجيش نتجمع مرة تانية بكل هذا الحب والتقدير اعتقد ان هذا الرجل يعبر عن القيادة الوعية وعن الحس الوطني اللي احنا نتمناه في رئيس مصر القادم ان شاء الله. طبعا انا بوجه تحية لقواتنا المسلحة وتحية لوزارة الداخلية وقوات الشرطة اللي بيفدوا كل يوم هذا الوطن واللي بيحموا هذا الوطن واللي بنعتبرهم درع لهذا الوطن. حقيقي البلد كل يوم بنشعر ان كل يوم افضل وكل يوم الامل افضل. احنا ليه بنقول المشير وليه بنتكلم على صفات هذا الرجل؟ المرحلة صعبة. الوضع الاقتصادي زي ما حضراتكم عارفين وضع صعب جدا. العجز في الموازنة كبير. الوجع اللي موجود النهاردة في كل بيت اعتقد ان احنا كلنا حاسين بيه لان مسألة البطالة عدم التشغيل لشبابنا
خالق مشكلة كبيرة وخالق نوع من عدم الراحة في كل بيت. وبالتالي احنا محتاجين ان البلد تستقر، ومحتاجين شخص او مؤسسات تستطيع انها تشعرنا بان القادم افضل، وان المستقبل كلنا هنشارك فيه، وكلنا هنبني المستقبل القادم من اجل اولادنا ومن اجل احفادنا، لان الموضوع ما عادش يتحمل ان حد يجرب فينا. فعلا ما عادش ينفع ان حد يجرب فينا. احنا محتاجين العمل الجاد، العمل المخلص، واحنا شايفين قد ايه هذا الرجل يتحدث دائما عن قيمة العمل وعن المسؤولية لكل انسان والمشاركة المجتمعية لكل انسان على ارض مصر. حتى اللي خارج مصر بيدعوهم الى المشاركة في بناء هذا الوطن مرة اخرى. وانا اعتقد ان كلنا الشباب اللي موجود كلنا عايزين نشارك، وكلنا عايزين نحس ان بكرة افضل، وكلنا عايزين نحس ان فعلا مستقبل اولادنا ان شاء الله هيبقى افضل. مصر بلد عظيمة، ومصر بلد تستحق منا بذل كل نفيس حقيقي. بلد يعني بتضلل علينا كلنا، ما اعتقدش ان حد فينا يشعر ابدا باي راحة خارج مصر. وبالتالي انا بدعوكم جميعا مش بس للمشاركة، لا، المشاركة والمشاركة، لان احنا محتاجين ان تكون نتائج الانتخابات نتائج غير مسبوقة، نتائج تعبر بحق عن ارادة الشعب. عايزين رسالة للدنيا كلها. انتوا عارفين ما يحاك لمصر، المؤامرات الخارجية والضغوط اللي ما زالت موجودة على مصر، بحجة بقى شوية حقوق إنسان وشوية يعني الكلام عن الشرعية والكلام اللي انتوا عارفينه. عشان كده بقول لازم كلنا نشارك، ولازم كلنا نحقق إرادة الشعب في اختيار الراجل المناسب في ظل الظروف اللي كلنا عشناها وكلنا مرينا بيها، ونعلم تماما أنها تحتاج رجل حاسم وراجل مجتهد وراجل يعني يستطيع أن يكون على قد المسؤولية وأن يكون صادق. وأعتقد أن هذا الرجل حاز على ثقتنا كلنا وعلى حبنا كلنا نتيجة المواقف اللي اتخذها هو والقادة المحترمين سواء في القوات المسلحة أو حتى في الشرطة اللي وقفوا بجانب الشعب طول الفترة الصعبة اللي فاتت. احنا شايفين ماذا يحدث، وماذا يعني الارهاب اللي تعرضت له مصر، شفنا كيف تعاملوا مع الحرب ضد الارهاب في سيناء، وايضا الحرب ضد الارهاب هنا في مصر كيف تعاملوا، وكيف كانوا حريصين على اهلنا في مصر عشان يكونوا بعيدين كل البعد عن اي مخاطر اكتر من اللي تعرضنا له في الفترة اللي فاتت، وبالذات السنة الاخيرة اللي للأسف الشديد يعني شيء لا يصدقه عقل، فترة حكم الجماعة الارهابية. انا بعتبرها فترة حاضر. نحيي انور السادات. نحيي حاضر. تحية للرئيس والزعيم محمد انور السادات. حاضر حاضر. احنا كلنا بننتمي لهذا الرجل العظيم، يعني ده الشجرة المضللة علينا كلنا، فاحنا يسعدنا هذا الكلام يعني. ونتمنى ان الراجل اللي احنا بنتوسم فيه يعني المسؤولية في المرحلة القادمة، تحمل المسؤولية في المرحلة القادمة، انه يتحلى فعلا بذكاء، وان يكون داهية مثل الرئيس السادات، وان يكون راجل مخلص لهذا الوطن ايضا مثل الزعيم عبد الناصر. نتمنى هذا. حقيقة انا يعني انا جاي كنت محضر كلمة، انا طبعا ارتجلت لان شعرت ان الكلام الواحد لما بيحس انه في وسط اهله وناسه مش محتاج ان يقول كلام منسق، بل بالعكس هو محتاج يتكلم من قلبه. وانا شاعر ان كل حضراتكم جايين النهاردة عشان يعني نتشارك كلنا
في احتفالية الوقوف خلف الراجل اللي كلنا نتمنى انه يعني يقود سفينة هذا الوطن الى بر الامان، وانه يشعرنا كلنا فعلا بالامن والامان اللي احنا افتقدناه طوال الفترة اللي فاتت. انا طبعا بتمنى لحضراتكم يعني كل الخير، واتمنى من حضراتكم المشاركة الايجابية الفترة القادمة، لان مصر محتاجاكم، واحنا بنقول الكلام ده بجد، مصر محتاجاكم. مش عايزين حد يتصور ان دوره قليل او انه ملوش دور او اي كلام بنسمعه، الكلام ده ما عادش بعد ثورتين، الكلام ده ما عادش خلاص. فعلا كل واحد فينا له دور، ودور كبير، سواء شباب او سيدات او رجال، كلنا لنا دور، وكلنا لازم نشارك، وكلنا لازم نحس ان احنا بنبني هذا الوطن، لان هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا تاني نرجع نحس ان احنا كلنا فعلا على قلب رجل واحد، وان احنا كلنا بنمثل الانسان المصري بعيدا عن اي تعصب او بعيدا عن اي تمييز. مصر هي مستقبلنا كلنا، وهي بيتنا الكبير كلنا، فلازم كلنا يعني ندعو الى الحب، وندعو الى التسامح، وندعو الى السلام، عشان نحافظ على بيتنا ونقدر ننمي هذا الوطن كلنا ان شاء الله. وانا بشكر حضراتكم مرة تانية، شكرا جزيلا. لقد فقدت مجيد ناصر بالأمس. نطق. لقد فقدت مجيد ناصر بالأمس الحاج سيد شحات عبد اللطيف رحمه الله، رئيس جمعية أبناء بن حسين، والعزاء غدا الاثنين بجمعية أبناء بن حسين بمجيد ناصر. فأنا بنبهكم جميعا وبستأذنكم جميعا على الحرص الشديد بكل إنسان في أسرتك، تاخده ويروح يدي صوته ان شاء الله للمشير عبد الفتاح السيسي. هو فين الميكروفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كمان عايز الميكروفون؟ لا. عشان بس في ملحوظه، هو الدكتور ثروت الخرباوي، عشان زعل مني مش الخرباوي، الدكتور ثروت الخرباوي. وكان معايا طبعا استاذ سامح عاشور، والاستاذ محمد سلماوي، استاذ كامل ابو علي، والفنان عزت العليلي. وكان بفضل ربنا قبل اي حد ان احنا يعني الحمد لله كنا سبب في تحريك المياره كده بيننا وبين روسيا. احنا طلعنا لما لقينا امريكا ضغط علينا عشان الاخوان يرجعوا تاني، وبفضل ربنا وبفضل المشير عبد الفتاح السيسي وبفضل الشعب اللي نزل قبل سياده المشير ودعاه للنزول، رجعت علاقاتنا مع روسيا. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه. يوم الخميس اللي فات كان في محاكمه للسيد محمد بديع، فقال رساله مشفره، انا واضح في الكلام، رساله مشفره بيقول لهم دايما الصراع ليوم الدين بين الحق والباطل وبين الابيض والاسود. الانتخابات اللي فاتت كان الصراع بين 3-4، النهارده الانتخابات بين الابيض والاسود، واحنا هندعم الابيض. طبعا حضراتكم عارفين مين الابيض اللي هيدعموه. كان ناتج الكلام ده ان النهارده وفي جريده المصري اليوم حضراتكم شوفوها، وفي جريده الوطن اعلن المرشح الاخر، ان مؤسسات الدوله كانت تعرقل محمد مرسي. معنى كده ان هو بيغازل الاخوان. ناهيك عن ذلك ان الاخوان بالفعل هينزلوا عشان يبدوا المرشح الاخر. اللي قاله الاستاذ شحات لازم كلنا ننزل. يا حضرات ما ينفعش نعتمد على ان الموضوع انتهى. الاخوان راجعين تاني لو ما نزلناش. المرشح لازم يبقى قوي. في نقطة عايز اقولها لحضراتكم، ونقطة مهمة جدا. في ناس كتير قوي بتسأل فين البرنامج الانتخابي للسيد المشير. انا عايز اقول لحضراتكم البرنامج الانتخابي للسيد المشير مسبق. احنا عندنا مشاكل اقتصادية لا حصر لها، ولو
ما حصلش دعم لينا زي ما حصل الفترة اللي فاتت كان هيبقى في مشكلة كبيرة في مصر. أيام محمد مرسي قعد سنة بالكامل فترة حكمه معرفش ياخد قرض البنك الدولي اللي هو 4.8، افتكروا الكلام ده، لحد النهاردة ما خدناهوش. تخيلوا حضراتكم ان احنا واخدين لحد النهاردة بفضل طبعا اخواتنا في الدول العربية، وده من مصلحتهم، تحية للسعودية والامارات والكويت، اكتر من 22 مليار دولار. محمد مرسي كان بيدور على 4.8 قرض هنسده من دم الشعب. انتوا خدتوا اكتر من 22 مليار دولار لحد النهاردة، لا قرض ولا ديول ولا في الكلام ده خالص. ده من اخوة لاخواتهم، هم خايفين علينا وفي نفس الوقت خايفين على نفسهم، لان مصر هي الخط الدفاع الاول للعرب ودول الخليج. ان الجيش المصري هو اخر جيش النهاردة واقف على رجليه. احنا كنا راجعين لعصر الظلام، كانت سينا رايحة عشان خاطر يحلوا القضية الفلسطينية، وما كانش هيبقى في قضية فلسطينية، فكده اسرائيل ما عندهاش مشكلة. ايران، وعايز اقول لحضراتكم ان ايران خطر داهم وخطر قوي. ايران كان يهمها ان مصر وجيش مصر يتقسم، لان لو حصل الكلام ده يبقى دول الخليج بالكامل كانت هتبقى تحت رحمة ايران. وحضراتكم مش مفاجأة، اتضح في الاخر ان ايران الثمان سنين اللي بيتكلموا عن النووي ان امريكا كانت بتمدهم بكل شيء الفترة اللي فاتت، والكلام ده حصل بتصريح، وكان مفاجأة للعالم كله ان امريكا اللي هي اساسا بتعتبر ايران عدو ليها بتمد ايران بكل شيء. قالوني اسمك، قلت فخر. قالولي بيتك، قلت قصر. قالوا ملامحك، بنت قصر. فين بلادك؟ انا قلت مصر. انا بنت مصر. وحين سألوها اجابت انا تاج العلاء في مفرق الشرقي ودراته فرائض عقدي. انا ان قدر الاله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعد. مصر، هذا الوطن الذي يعيش فينا اكثر مما نعيش فيه، وطن خالد لكل المصريين، ورسالة حب وسلام للعالم كله. أقدم لكم نفسي، أنا ابنة أحد أبطال أكتوبر، وأخت واحد من أبطال الجيش المصري، ادعوا له بالشفاء. وقد علمني والدي حفظه الله النصر أو الشهادة، وعلمني أيضا أن الدفاع عن الوطن، عن البيت، عن الحق هو دفاع عن العرض. أنا هنا بينكم أدافع عن عرضي، أدافع عن حقي وحق أولادي في أن نحيا حياة كريمة تليق بمصريتي ومصرية أولادي. اليوم مطلوب زعيم عظيم لشعب طول عمره عظيم. سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، لربما فخامة الاسم تكفي وتنحني أمامه كل حروف الأبجدية. مطلوب زعيم مصري وطني تربى في مدرسة رجال، تربى في القوات المسلحة. مطلوب رئيس لمصر يعيد الأمن المفقود. مطلوب رئيس لمصر يوفر فرص عمل حقيقية لملايين الشباب. مطلوب رئيس لمصر يضع المرأة المصرية في عينه. مطلوب رئيس لمصر يدرك حجم المؤامرات التي تحاكى لها. مطلوب رئيس جمهورية مصر العربية يتحدث بلغة
تليق بتراث وأصالة مصر والمصريين. سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، طلبت إن إحنا نصحى الساعة 5 الصبح. هنصحى الساعة 5 الصبح، نمنا كتير قوي. طلبت أن يقتسم الغني لقمته مع الفقير. إحنا مستعدين يا سيادة المشير. أوجه شكري إلى المرأة في منشئة ناصر على هذا الحضور الكريم، وأقول عن المرأة أنها نصف المجتمع ونصف المشرف على النصف الآخر، النصف الذي ينشئ ويربي النصف الآخر. المرأة المصرية مفجرة الثورات منذ ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو. المرأة المصرية صانعة الدساتير والقوانين. المرأة المصرية هي السبب في وجود دستورنا الآن، وقد وضح جليا نسبة مشاركتها التي تعدت 70%. المرأة المصرية ثبت بالقطع مما لا يدع مجالا للشك أنها تستطيع أن تدفع بالمرشح إلى ما ترشح من أجله أو تقصي به بعيداً. المرأة المصرية إن شاء الله ستكون سبباً في وجود سيادة المشير عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم. المرأة المصرية قدمت حبة قلبها وقرة عينها فداءً للوطن، وعلى استعداد أن تقدم أكثر وأكثر. اسمحوا لي أن أوجه رسالتين. الأولى إلى الإرهاب، إلى الإرهابيين، إلى كل من قتل ويقتل، إلى كل من فجر ويفجر في عيون باتت تحرس في سبيل الله، رجال الجيش والشرطة، إلى كل مدفوع به أو مدفوع له، إلى كل مستغل أو مستغل، اذهبوا غير مأسوف عليكم، لقد تركتم في قلوبنا كراهية ما بعدها كراهية لكم، اذهبوا لقد عادت مصر المصريين. رسالتي الأخرى هي: أيها الناس الكرام، أيها الشعب الكريم العبقري، أبدأ كلامي بتوجيه التحية لكم والشكر لعبقرية هذا الشعب الذي عندما يظن العالم كله أنه مات وأنهم في الطريق إلى كتابة شهادة وفاته، إذا به ينطلق ويكتب لنفسه شهادة ميلاد جديدة. هذا الشعب العبقري الذي أنتم منه والذي هو منكم، هذا الشعب الذي أذهل العالم في خلال السنوات الماضية، فله ولكم أقدم التحية. ثم أقدم التحية لثورة 25 يناير التي كانت ثورة حقيقية ضد الفساد والمفسدين. وأقدم التحية لثورة 30/6 التي كانت ثورة على الإرهاب والخيانة والإرهابيين. عايز أقول لكم حاجة، اسمعوها مني، الكل يسمع. في اتنين، واحد اتقدم لمصر وواحد مصر اتقدمت ليه. احنا بنتكلم النهاردة عن اللي مصر اتقدمت ليه، المشير السيسي. هذا الرجل لما بنيجي نقيم التجربة في خلال الفترات اللي فاتت، البعض بيقول ان فلان يمثل الثورة وفلان يمثل الثوار. حقيقة يجب ان نضع الحروف في مكانها الصحيح. هل تعرفون من هو قائد ثورة 30/6؟
لم نتحدث عنه إلى الآن، لم نذكر اسمه إلى الآن. الشعب هو صاحب الثورة، ولكن قائد الثورة كان مين؟ كان المشير عبد الفتاح السيسي، هو حقيقة قائد ثورة 30/6. ليست هذه مبالغة ولا تأليه لرجل ولا فرعنة لأحد، لأنه زمن الفرعنة انتهى. الشاعر القديم الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي قال زمان زمان فرعون ولا، زمان فرعون ولا، ما عادش حد هيعرف يتفرعن على الشعب المصري أبدا، ولا يبقى فرعون. والشعب بتاعنا مش بيفرعن حد. ليه؟ لأنه في خلال السنين اللي فاتت تركيبة كبيرة أوي اتغيرت عند الناس، عرفنا نتكلم ونرفع صوتنا ونغير أنظمة. هذا الشعب الذي استطاع تغيير أنظمة، تغيير نظامين في 3 أعوام، لا يستطيع أحد أبدا أن يتفرعن عليه. الشعب هو الفرعون، مش الحاكم هو الفرعون أبدا. لذلك عندما أقول أن المشير عبد الفتاح السيسي هو قائد ثورة 30/6، فأنا أصف وصفا صحيحا، لأنه كانت ثورة 25 يناير عبها أن ما كانش لها قائد، فاستولى عليها لصوص الثورات، حرامية الثورة سرقوها. لكن عشان ثورة 30/6 كان لها قائد، لم يستطع أحدا أبدا، لم يستطع أحد أبدا سرقة هذه الثورة. الثورة دي ثورة مختلفة تماما، ثورة 30/6 عن ثورة 25 يناير، عشان اللي بيقولوا ان دي موجة ثورية تانية. لا، الثورة الأولى كانت ثورة ضد نظام، والثورة الثانية كانت ضد نظام آخر. الثورة الأولى كانت ضد نظام صحيح فاسد، لكنه لم يكن خائن، ودي كلمة حق بقولها في هذا المكان. كانت هناك عيوب كبيرة وقع فيها النظام الأسبق الذي قامت عليه ثورة 25 يناير، ولكنه أبدا لم يكن نظاما خائنا، كان ينتمي إلى الوطن. أصاب ثم أخطأ ثم أخطأ ثم أخطأ، وترك بعض الفاسدين يتحكمون في مقاليد الأمور، لكنه لم يكن خائنا. أما النظام الذي جاء بعد ذلك، نظام الإخوان، فده كان مش نظام فاسد وبس، الفساد كان يحيط به من كل جانب. فضلا عن ذلك كان أيضا نظاما خائنا للوطن. ليس الوطن هو الذي كان جماعة الإخوان تبحث عنه، كانت بتبحث عن التنظيم. اسألوني أنا أقول لكم خطورة هذا الجسد السرطاني، ده كان ورم سرطاني جه في جسد الأمة الطاهر النقي. هذا الورم السرطاني كان يجب أن يقوم الشعب بعد أن فرز، والشعب بعبقريته فرزوا، وكأن الشعب أتى به ليضعه على المحك على التجربة، فأثبت أنه نظام خائن فخلعه الشعب. لذلك إقبال المصريين دلوقتي في الخارج على الإدلاء بالأصوات لا ينبغي أن يقابل إلا في الداخل بإقبال أكبر وأكبر. تعرفوا عدد اللي أدلى بصوتهم في الانتخابات اللي فاتت كانوا 25 مليون واحد. إحنا يبقى عيب علينا يا شعب، يبقى عيب علينا لو كنا في الانتخابات دي أقل من 25 مليون. عيب، ما ينبغيش أبدا يكون كده. لازم ننزل كلنا، لازم نثبت للعالم كله إن دي كانت إرادة شعب،
احنا مش محتاجين صحيح نثبت شيء للعالم ولا نصحح صورة، يكفي اننا نعلم واننا نعرف صالح الشعب. لكن لان العالم كله دلوقتي بقينا كلنا كأننا قاعدين في أوضة واحدة، فلازم الكل يعرف عبقرية هذا الشعب. لو احنا زي ما قال الأستاذ شحات أو الدكتور حسام اتكلنا وقلنا إن الناس إن المعركة محسومة فما رحناش، احنا ارتكبنا خطأ في حق مصر لو عملنا كده. الكبير والصغير، المرأة والرجل، الشاب والشابة، الكل يجب أن يذهب للانتخابات يدلي بصوته. كان في دعوة قالها المشير السيسي في يوم من الأيام، قال أنا عايز الشعب ينزل يديني تفويض لمقاومة الإرهاب. الشعب نزل ولا لأ؟ نزل ملايين. ومن يومين كان المشير السيسي بيتكلم مع أهل الصعيد العظماء اللي شالوا مصر طول عمرهم على كتافهم، فقال لهم أنا عايز الشعب ينزل كله وروحه. والعجيبة في خطابه، شوفوا الأدب وشوفوا الاحترام، ما قال لهمش انزلوا انتخبوني، قال لهم انزلوا انتخبوا اللي انتوا عايزينه، ما قال لهمش انزلوا انتخبوني. شوفوا الثقة. لذلك أنا واحد من الناس تربطني بصلات بالمرشح الآخر، صلات قوية، لكني فرست وبحثت عن الأصلح لمصر، صاحب الثورة أو قائد الثورة، رجل الدولة الذي يعرف كيف تدار الدول، الذي يحمل رؤية استراتيجية وفهم حقيقي لمشاكل مصر، الذي يستطيع أن يصل بنا ومعنا، يعني ما نسيبوش، يصل بنا ومعنا إلى بر الأمان، إن مصر تتقدم. عنده رؤية تامة عن النهوض بالتعليم والبحث العلمي، عنده رؤية كاملة عن زراعة الصحراء، عنده رؤية كاملة عن إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة، عنده رؤية لكي تتحول مصر إلى دولة قوية في المنطقة صاحبة قرار، عنده رؤية على تنمية مدن الصعيد، عنده رؤية على إعادة التقسيم الجغرافي لبعض المحافظات ليصب في مصلحة مصر كلها، عنده رؤية لتنمية مدن القناة. هذا الرجل لديه رؤية واضحة في كل شيء، واللي بيقوله البرنامج الحقيقة أنا وأنا بكلمكم دلوقتي الكلام اللي أنا بقوله ده مش من عندي، ده من خلال كلامه هو اللي قاله في كل مكان، وأنا أعلم علم اليقين قدرته على تنفيذ هذه الأفكار لأنه رجل دولة من طراز فريد. في حاجة لازم تعرفوها، في جامعة الدول العربية في اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع العربي المشترك، سمعيني، اتفاقية الدفاع العربي المشترك، يعني يكون في جيش واحد، جيش للعالم العربي واحد. تعرفوا الاتفاقية دي هيتم تفعيلها، وهيكون الجيش المصري هو الجيش المشرف على إنشاء الجيش العربي الواحد. كلمة مسافة السكة اللي قالها المشير السيسي تترجم لمعاني كتيرة. المناورات المشتركة التي قامت بها القوات المسلحة في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين في خلال الشهر الماضي تبين أن مصر ستنشئ جيوشا عربية ثم جيش عربي قوي موحد. الرؤية شاملة، لكن مع الرؤية احنا عايزين الرجل الذي لديه القدرة على التنفيذ وليس الذي لديه القدرة على الكلام. ف
فقد سئمنا من الكلام، فقد سئمنا من الكلام وشبعنا من الكلام، الآن ننتظر الرجل الذي يقوم بالتنفيذ. واعرفوا ان احنا كلنا هنكون رقباء عليه، مش هنسيبه يتصرف لوحده. لا يمكن من هنا الى يوم الدين نترك رئيس يتصرف وحده. عارفين، عايز اقول لكم حاجة اخيرة، لما واحد منكم بتحصل له مشكلة بيروح يوكل محامي عشان يدير المشكلة بتاعته، بيعمل توكيل لمحامي. احنا الحقيقة لما بنجيب رئيس دولة، في ناس كانت بيقولوا من علماء الدين ان الواحد لما بيدي صوته دي شهادة. انا بقول لكم هذا غير صحيح، ليست شهادة. ليه؟ لان انا بروح بصوتي بوكل واحد عشان يكون نائب عني في ادارة شؤون الدولة، فانا بوكل واحد، ده توكيل، عقد وكالة بيني بين الشعب وبين من يختاره لكي يدير شؤون البلاد. وانا لما وكل الشخص ده لازم اقعد معاه واشوفه، واشوف هو بيعمل ايه، ما سيبوش لوحده وساعده. ده مطلوب مننا. الفترة الجاية هتكون صعبة، لكن الشعب المصري تعود على مواجهة الصعاب. وفي حاجة كنا بنسمعها دايما، الناس كانت بتقول نموت نموت وتحيا مصر، ده شعار كان دايما بيهتف بيه. تعرفوا النهاردة لازم نهتف بإيه؟ نقول نعيش نعيش لتحيا مصر.